الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة، نستعرضها مع ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لكما دينا وأدا، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا عدة لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الطاقة بكل من العراق واليمن وفلسطين ونائبة وزير الطاقة المجرية على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023. هذا وناقش الملا خلال الاجتماعات التعاون مع مسؤولي هذه الدول في أنشطة البترول والغاز والتعدين، فضلا عن مناقشة التوسع في عمل الشركات المصرية بالخارج استثمارا لما لديها من خبرات ونجاحها في تنفيذ مشروعات في مختلف مجالات الصناعة البترولية. يترقب المستثمرون موقف برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة والذي أعلنت عنه الحكومة هذا الشهر، وتعمل الحكومة على دعم نصيب مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى تنشيط سوق المال ودعم القطاع الصناعي. حالة إيجابية بسوق المال أسسها برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنت عنه الحكومة هذا الشهر ويترقبه المستثمرون المصريون والإقليميون بشغف كبير. شملت وثيقة برنامج الطروحات المعلنة مسارين رئيسيين ترتسم بهما ملامح خطة الدولة في دعم نصيب مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتنشيط سوق المال. الحقيقة يعني أنا قلت إن إحنا هنبقى في حدود 20 شركة، ولكن فعليا اللي هنعلنه على حضراتكم هم 32 شركة هيتم طرحهم، وهنا بأكد على مدار عام كامل بدءا من الربع اللي احنا فيه حتى الربع الأول من 24. وثيقة تأتي استكمالا لسلسلة من الإجراءات التي بدأتها الدولة منذ مطلع عام 2022، ويعود جزء منها إلى ما قبل ذلك ضمن خطة برنامج الإصلاح الاقتصادي الأولى لمصر في عام 2016. في أواخر عام 2021 وقبل بداية الحرب الروسية الأوكرانية كانت الدولة تعمل على الخطة الثانية من برنامج الإصلاح من خلال السماح للقطاع الخاص بالمشاركة بشكل أكبر في الاقتصاد، وتم إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي استمر الحوار بشأنها لشهور بمشاركة الخبراء الاقتصاديين بمصر للخروج بوثيقة ترسم ملامح الاقتصاد المصري لمدة 5 سنوات. بنيت فلسفة تلك الوثيقة على تقسيم القطاعات الاقتصادية بمصر إلى 3 قطاعات رئيسية، منها قطاعات ترى الدولة أنها مهمة لكن يمكن للقطاع الخاص أن يشغلها بالكامل مع تقليص كامل لدور الدولة والشركات الوطنية بها. ثاني تلك القطاعات قطاعات تم تصنيفها أنها مهمة وتحتاج لجهود الطرفين معا، وهو ما يعني استمرار استثمار الشركات الوطنية والمملوكة للدولة بها بالمشاركة مع القطاع الخاص. فيما ضم التصنيف الثالث قطاعات توصف بالاستراتيجية ستستمر الدولة في شغل الجزء الأكبر منها بالاقتصاد لأهميتها وحساسيتها بالنسبة للأمن القومي المصري. وقد وضعت تلك الاستراتيجية مستهدفا رئيسيا وهو الوصول بمشاركة القطاع الخاص إلى 65% في السنوات الثلاث المقبلة.
أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع مدعومة بزيادة أسعار النفط وسعي روسيا لخفض إنتاج الخام الشهر المقبل. وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية بنسبة 1%، كما ارتفع المؤشر القطري بنسبة 1%، وصعد المؤشر الكويتي بنسبة تقدر ب 0.3%، والمؤشر البحريني بنسبة تقدر ب 0.1%، بينما انخفض المؤشر العماني بنسبة تقدر ب 0.2%. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى دينا وأدا. شكرا لك مرنا.